رجل القانون الكبير استاذ محمد، اهلا بيك. اهلا بحضرتك استاذ ابراهيم، شرفتني ونورتني، واهلا بيك وبكل مشاهدين قناه النادي الاهلي. جاي لك في التوقيت بعد ما استقلت ليه؟ اولا يعني بعيدا عن الاستقاله، النادي الاهلي ده بيتي، وفيما النادي الاهلي يطلبني في اي وقت انا تحت امره. انا كان عندي قضيه شخصيه ان تم تناولي بشكل شخصي، وارتقيت ان انا عشان ارد هذا الرد مش اسلوبي ومش اخلاقي، ولقيت ان انا هخرج عن السياق اللي لازم اكون ملتزم بيه، فهي مساله كان فيها شويه نوع من الخروج، فحبيت ان انا اعمل ده بحريتي وانا بر النادي عشان ما احرجش النادي الاهلي او اي من مسؤوليه، وحتى لا تطال سهام هذه المعركه مع هذا الخصم النادي الاهلي. فتره عمل